السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أبنائي وبناتي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في درس على الهواء للرياضيات البحتة، موضوع جديد من مواضيع الرياضيات للصف الحادي عشر. اليوم موضوعنا وهو التوافيق. سابقا في الماضي خضينا مضروب العدد وخضينا التباديل، وهذا تواصل لهذه المواضيع. نبدأ بالتمهيد. من مجموعة الأرقام سين لدينا مجموعة الأرقام سين 2 و 4 و 6 و 8. أرجو من جميع أبناء الطلاب العمل بالورقة والقلم معي، حاول أنك تحل قبلي. أوجد عدد الأعداد المكونة من ثلاث أرقام مختلفة. عاش يا أبطال، خذينا هذا. لما نكون عدد من ثلاث أرقام مختلفة من المجموعة اللي عندنا، ماذا نسميها؟ بالفعل التباديل. أربعة تباديل ثلاثة، وهي أربعة في ثلاثة في اثنين، أو بالآلة الحاسبة، وتساوي 24. لاحظ معي في هذا المثال، لاحظ معي أن الأعداد اثنين وأربعة وستة تختلف عن أربعة واثنين وستة. فلو عندنا خذينا عدد ولتكن 642، ونفس هذه الثلاث الأرقام شكلنا منها عدد آخر ولتكن 426، أو عدد آخر ولتكن 246. لاحظ تغير القيمة المكانية لكل رقم، تؤثر الترتيب يؤثر هنا، فلذلك استخدمنا التباديل. حاول تشوف الفرع باء. أوجد عدد المجموعات الجزئية المكونة من ثلاث أرقام، نفس الشيء من ثلاث أرقام لهذه المجموعة اللي هي 2 و4 و6 و8. تعال نشكلها مع بعض. المجموعة الأولى بتكون 2 و4 و6، ومن ثم المجموعة الثانية 2 و4 و8، والمجموعة الثالثة بتكون 2 و6 و8، والمجموعة الأخيرة 4 و6 و8. لاحظوا معي يا شباب، لو غيرنا في الأولى 2 و4 و6 إلى 4 و2 و6، تظل نفس المجموعة، ودرستها في الأساسيات السابقة في الفصول من 8 و9 في شروط المجموعة، أن الترتيب غير مهم في تكوين المجموعة، الترتيب غير مهم. إذا لدينا فقط 4 إمكانيات. إذا كان الترتيب غير مهم كما هذا، هذا ما نأخذه اليوم درسنا وندخل فيه، وهو التوافيق، أي بمعنى العناصر متوافقة مع بعضها. والصيغة الرياضية بنأخذ التعريف، تعريف التوافيق. عدد التوافيق نون، عندنا مجموعة مكونة من نون من عناصر مأخوذة راء في كل مرة، حيث أن الصفر أصغر من أو تساوي الراء أصغر من أو تساوي النون. يرمز له بالرمز، هذا هو رمز التوافيق. لاحظوا معايا، توافيق كما في الأولى، هذه بنقول 4 توافيق 3، هذا رمز نون توافيق راء، هذا رمز التوافيق. ويقرأ نون فوق راء، نقرأ نون فوق راء. تعال ناخذ نشاط توضيحي، حاول الكل بالورقة والقلم معي يا شباب. عاش أبناء الطلاب. في يوجد لدينا مجموعة من الأرقام، مجموعة صاد 3 و4 و5 و6 و7، لكي نفهم الفرق ما بين التباديل والتوافق. كلنا نعمل هذا النشاط، الجميع يكون أول في المربع الأول عدد من رقمين. كم عدد من رقمين يمكن تكوينه؟ عدد ما دام عدد، لو كتبت 43 إن غيرنا إلى الأرقام الثلاثة مكان العربة جت 34. إذن هنا التغيير الترتيب مهم، الترتيب مهم. فهنا تباديل المجموع 1 2 3 4 5 أعداد، إذن 5
تباديل اثنين. وبالآلة الحاسبة تقدر تطلعها أو أنك تأخذ 5 × 4 = 20. تعال نشوف الحالة كم مجموعة، هنا مجموعة، إذا الترتيب غير مهم. لرقمين إذا مقرن نقول أرقام 3 و4، 3 و5 نكتبهن مع بعض، 3 و4، 3 و5، 3 و6، 3 و7، وهكذا 4 و5 و4 و6 و4 و7 و5 و6 و5 و7، في الآخر 6 و7. لاحظ العدد، لو غيرنا في أول عنصر أو أول مجموعة 3 و4، هل لو غيرنا 4 و3 اختلفت؟ طبعا لا، هنا نسميه توافيق، وهو توافيق 5 فوق 2، 5 فوق 2. لاحظ لحظات نكتبها، بدل من نكتبها مجموعات وتأخذ عن الوقت، سنكتبها 5 فوق 2 وهي 20. ولو لاحظت عبارة عن ناتج 20 على 2 على الراء، وهو مضروب، مضروب الاثنين على مضروب على تباديل 5. إذن في ربط بين التباديل والتوافيق. من هذا النشاط سنتوصل إلى نتيجة العلاقة بين التوافيق والتباديل. كذلك كون عدد من 4 أرقام، إذن 5 بسرعة تباديل 4، وبالآلة الحاسبة نكتب 5. شفت 5، شفت رمز التباديل 4 يساوي. ويطلع لديك بكلكم طلعت 120. بينما لما يكون مجموعات والترتيب غير مهم وهو توافيق، وهو 5 توافيق 4، بمعنى نفس 5 تباديل 4 على مضروب الـ4، وينتج لدينا بالآلة حتى الحاسبة شباب يوجد زر أو تسوي 120 اللي طلعتها 120 تباديل تقسيم 4 مضروب. طبعا يساوي يا شباب 5. كذلك في زر خاص للتوافيق من الآن نعرفه، هذا في الآلة الحاسبة موجود NCR، نعمل 5 على طول زر 4 يساوي. وفي بعض الآلات الأخرى تختلف من آلة إلى آلة، يوجد 5 شفت في عملية القسمة، زر القسمة نعطي الرقم ويساوي. في بعض الآلات تحت زر القسمة هو التوافيق. نتابع مع، هل لاحظت الفرق؟ في المجموعة الأولى، المجموعة الأولى الترتيب مهم، ما دام هنالك الترتيب مهم فهو التباديل، إذا كان الترتيب غير مهم فهو التوافيق. أغلب أبنائنا الطلاب، انتبهوا معي، الأغلب يصعب التفريق في الأسئلة، ماذا سأستخدم؟ هل هذا السؤال تباديل أم هذا السؤال توافيق؟ اسأل نفسك، إذا كان بدلت بين الأعداد
والأرقام وتغير المطلوب، إذا هذا تبادل الترتيب مهم. إذا كان الترتيب غير مهم فهو نستخدم التوافق وسنأخذ قوانين التوافق والعلاقة بهم. نتيجة التالية، تغيير الترتيب كما قلنا، ترتيب العناصر يؤثر في التبادل، بينما لا يؤثر أبدا في التوافق والعلاقة التالية. هذا القانون الذي سنستخدمه إحنا يا أبطال، نمشي بقانون واحد ثم نجري عليه الدرس، فقط عبارة عن قانون أو معلومة نستخدمها في العمليات في الأمثلة المطلوبة. القانون نون فوق راء، هذا نقرأها نون فوق راء تساوي نون تباديل راء على مضروب الراء تساوي، هذا القانون الذي سنستخدمه الأغلب. في البسط نكتب مضروب النون، وفي المقام نكتب مضروب الراء في مضروب الفرق. هكذا مرة ثانية بكتبها هنا، نون فوق راء. كيف سنكتب لو الطالب أراد أن يحفظها؟ ونحفظك من الآن فيها. نون فوق نكتبها في البسط اللي جاي فوق، في المقام اكتب راء مضروب. أول هذه خطوة، إذا مضروب نون على مضروب راء، وفي المقام كذلك الفرق بين النون ناقص راء مضروب. إذا الطالب على طول بالتكرار بالبساطة سيجد أنه حفظ القانون. القانون نون فوق راء يساوي، أما أنه نون تبادل راء على مضروب الراء، ناتج هذا في النهاية أن مضروب نون على مضروب راء في مضروب الفرق نون ناقص راء. تعال نأخذ الأمثلة ونطبق فيها، نبدأ بأسئلة مثلة بسيطة ونخلي لكم تطبيق، وكذلك نستخدم الآلة لتسهل علينا القراءة. مثال رقم واحد، 5 فوق 3. تعال نستخدم القانون لكي تسلك معانا الأمور. اتفقنا على أن يكون 5 مضروب، ممتازين. في المقام نكتب على طول 3 مضروب، مضروبة في الفرق 5 ناقص 3، يعني 2 مضروب، ويساوي 10. مضروب 5 ممكن طبعا تحللها، 5 في 4 في مضروب 3، وفي المقام عندنا مضروب 3 ومضروب 2 6، 2 مضروب 2 ب2، تروح مضروب 3 مع مضروب 3، 5 في 4 ب20 على 2 10. وطبعا الآن بالآلة الحاسبة على طول، نتذكر مرة ثانية سريع، هذه الآلات زرق معطاي مباشرة مع التوافيق 5 نفحص أو نضغط على زر التوافيق، ومن ثم 3 ويساوي، يعطينا الناتج نعم 10. سوي المثال الثاني، نعطيك وقت بسرعة قبلي، 10 فوق 7، نعمله كتذكير بالقانون، هسه بنحفظ القانون، هذا خلينا نحفظ القانون. لفوق 10 مضروب في البسط على مضروب 7 على مضروب في مضروب الفرق 10 ناقص 7 مضروب 3. طبعا واحد من الطلاب يقول يا استاذ نعمل على طول بالآلة، نعم نستخدم هنا في الآلة، لكن سنستخدم نعرف القوانين ونحفظهم لإجراء العمليات الأساسية القادمة. كيف نستخدم الآلة؟ هذه نوعية يوجد التوافيق في زر القسمة، فنعمل 10 شفت القسمة 7 يساوي، ويطلع لك الناتج 120. كلكم طلعتوه؟ ممتاز، بسرعة يا شباب في هذا التدريب، انتوا بنكريوه، واحنا على طول بالآلة الحاسبة. 8 فوق 0، وهذا نريدهن على طول، 8 فوق 0 فوق 1 ستكون سريعة لدينا. نعم ممكن طبعا بالآلة الحاسبة،
ثمانية توافيق، هكذا اكتب لكم اياه على هنا، تكتب الرقم اللي يكون ثمانية، تكتب التوافيق زر، انسي هذا الزر، تعطي تكتب صفر، هذا اللي فوق طبعا، ويساوي. ويساوي. نعم، الناتج واحد. كذلك في المسألة اللي بعدها نعمل 10 أو 11 فوق 11، هذا الزر 4 يساوي 330. نعم، أعتقد كلكم الآن كمفهوم وكإجراء بسيط فهمنا التوافيق والتعامل مع الآلة الحاسبة. نحاول عندنا الآن نستخدم هذا القانون. لا يوجد يا أبطالي، المسائل جدا 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 بسيطة، الطالب فقط يثق بنفسه وبقدراته، لا يوجد عندنا إلا قانون سنستخدمه ويطلع بنفس الناتج، سواء الإثبات أو التحليل أو التبسيط أو إيجاد أي مسألة حسب المطلوب. إذا مسألة فيها توافق نستخدم قانون التوافيق، مسألة تباديل نستخدم قانون التباديل أو المضروب، فيطلع لدينا نخطو خطوة خطوة حسب المطلوب. ما عندنا إيش المطلوب بناء على المعطيات، لا تصعبوها، المسألة جدا جدا بسيطة. تعال نشوف السؤال، نون فوق واحد، إذن في البسط مضروب النون، في المقام مضروب الواحد، ناقص نون ناقص واحد مضروب. احنا نعرف من اول في المضروب خضيناه ان مضروب النون عبارة عن نون، وننقص مرة منه واحد، نون ناقص واحد، ونوقف مضروب، او نون ناقص اثنين، نون ناقص ثلاثة، وهكذا. في المقام مضروب الواحد طبعا بكم؟ نعم بواحد، احسنتم، على نون ناقص واحد مضروب. بالتبسيط والاختصار اذا الناتج نون. ثق بنفسك دائما انك قادر. تعال السؤال، نون فوق صفر، واحنا طلعنا سؤال سابق قلنا لكم ثمانية فوق صفر وطلعت واحد، تعال نثبتها نفس العملية في البسط. هذا ناخذ اول شيء مضروب النون، في المقام ناخذ مضروب لحد الأدنى مضروب الصفر، في الفرق بينهن نون ناقص صفر مضروب طبعا يساوي مضروب النون. مضروب الصفر ومضروب الواحد قيمتهم واحد، هذه مسلمة أعطيناكم إياها سابقا. نون ناقص صفر بنون مضروب، إذا نون مضروب، نون مضروب على نون مضروب، أي شيء على نفسه واحد. بارك الله فيكم. كذلك وصلنا هنا في الأول إلى أن نون فوق واحد بنون، إذن أي قيمة فوق واحد نفس القيمة. هل تعرفت اثنين نون فوق واحد ماذا تساوي؟ ماذا طلعتوها؟ أحسنتم، اثنين نون، اللي كان سريع معانا طلعها في إجابته صحيحة. تعال نشوف كيف، هل إجابته صحيحة؟ ناخذ 2 نون مضروب على مضروب الواحد، في 2 نون ناقص واحد مضروب، ويساوي نبسط لبسط، 2 نون في 2 نون ناقص واحد مضروب، مضروب الواحد بواحد على 2 نون ناقص واحد مضروب، وللتبسيط يطلع الناتج 2 نون. نعطيكم وقت بسيط فكرة في هذا السؤال، مع أني غير قانون واحد يا أبطال، مضروب الحد العلوي على مضروب الحد الأسفل، في الفرق بينهم، بما تطلع النتيجة هي المطلوبة، لا تدور تشكك ولا تدور تتخوف. عاشو، نعم أحسنتم بالفعل، أول شيء
في البسط نون زائد واحد مضروب، وفي المقام نون ناقص واحد مضروب. في الفرق بينهم نون زائد واحد ناقص، انتبه هنا لعملية الناقص، الناقص حال الحد كامل، أي بمعنى ناقص نون ناقص ناقص الواحد، إذا ناقص نون ناقص الناقص زائد. أبنائنا الطلاب من الأخطاء الذي ترتكبوها أن نعمل ناقص ثم النقلة نون ناقص واحد بدون تغيير إشارة الحد الثاني بعكس الشرط. بالتبسيط يساوي نون زائد واحد مضروب على نون ناقص واحد مضروب، نون هنا نون راحت مع النون، نون ناقص نون صفر، واحد زائد واحد اثنين مضروب. نبسط من أكبر نون زائد اثنين ولا نون زائد ناقص واحد؟ أكيد أحسنتم أن نون زائد واحد ولا أكبر. نبسطه نبدأ بنون زائد واحد ثم ننقص منه واحد، نون زائد واحد ناقص واحد ثم نون ناقص واحد مضروب على نون ناقص واحد مضروب في مضروب اثنين باثنين. ونبسط السؤال من البسط ويساوي نون زائد واحد، أحسنتم، نون زائد واحد ناقص واحد هي نون على اثنين. نقف، هذا هي الصورة الأبسط، ما توقفت تتعب نفسك بأن تضرب وتفك، لا مطالب، لأن هذه الصورة صحيحة. طالب يقول لك أروح وأدور أضرب اثنين، نون في نون ونون في واحد وهكذا. الآن فهمنا ونستخدم هذه المسائل المجردة، سنستعرف الحياة. وانتبه هنا الأسئلة أكثر ستوضح لك الفكرة التباديل والتوافيق. المثال: يراد اختيار فريق لكرة القدم بالمدرسة مكون من 11 لاعب، كلنا نعرف أن فريق كرة القدم 11 لاعب، من بين 14 لاعب، فبكم طريقة يمكن ذلك؟ لدينا 14 لاعب فنأخذ منهم 11، الاختيار بتساوي، إن جاء أحمد ومحمد وسعيد، ولا جاء محمد وأحمد وسعيد، ولا سعيد، كلهم يشكلون الفريق المدرسي، إذن لا ليس له داعي للترتيب، لا يأخذ أحد صفة معينة لتميزه عن الآخرين، كلهم لاعبين يحملون صفة لاعب، فما دام لا يوجد تفرقة ولا إذن لا يوجد ترتيب غير مهم، إذن هنا توافيق. فعدد الطرق على طول القائل للطالب لما يرى 14 فوق 11. احنا ما نريد قدناتك قد ما نعرف متى نستخدم التباديل ومتى نستخدم التوافيق. في هذا السؤال الطالب اول ما يقرا، فان في اختبار او في سؤال تمرين في الكتاب، يكون لديه تساؤلين: هل هو تباديل ام توافيق؟ كيف نفرق؟ انتبهوا معي يا ابطال، اسال نفسك السؤال: لما اختار هذه المجموعة الاحدى عشر، هل واحد أحسن من الثاني أو فرق؟ إذا جاء هو اختيار في الأول ولا اختيار في الثاني، كلهم يشكلون مو فريق بيلعبوا في الملعب مع بعض باسم فريق المدرسة ولا الفريق اللي تنتمي إليه في ولايتك في حارتك، هذا هو الفريق مكون من 11. إذا ما دام لا يوجد ترتيب ولا اختار ولا اختلاف بين الاختيار الأول أو اختيار الثاني أو كلهم في الآخر نفسهم، إذن هذا هو التوافق. وتطلعوا طبعا أنتم بنفسكم بالآل حاسبة، بالآل حاسبة كما اتفقنا، ما يوجد أي صعوبة. 14 زر التباديل اللي هو أن سيل كبيرة R 11 ويساوي 364. ممتازين، 364. سؤال آخر، وأريكم تكون أسرع مني في تفريقة. عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات 4 أعضاء، مجلس الإدارة مكون من 4 أعضاء في أحد الشركات. أوجد عدد الطرق الممكنة: ألف
انتبه معي، فباي نختار رئيس ونائب للرئيس. السؤال الذي يطرح نفسه، لو اخترنا أحمد رئيس ومحمد نائب للرئيس، هل يختلف لو بدلنا بينهم بين محمد وأحمد؟ نعم، هنا يأخذ صفة، هنا الترتيب مهم. إن جاء أحمد رئيس يختلف عن جاء نائب رئيس، فالترتيب مهم. إذا ما دام جاء الترتيب مهم، إذا سنستخدم التبديل. خليها في ذهنك حاضر هكذا الصيغة هذه، إذا كان الترتيب مهم، جاء أحمد الرئيس ومحمد نائب رئيس، أو الأول رئيس والثاني نائب رئيس، إذا ما أقدر أخليها أبدل، لأن هذا المنصب يختلف. إذا هنا تباديل من الأربعة، عندنا أربعة تباديل اثنين، أربعة تباديل اثنين. لحظة، السؤال باء، ركزوا معاي، شخصين لتمثيل الشركة في مؤتمر، بيروح شخصين يحضروا مؤتمر، شخصين من هذه الأربعة لا يفرق بين، سواء اخترنا علي أو محمد أو علي وسعيد، اثنين سواء اخترت في البداية اسم أو اخترت في بيكون هم أعضاء سيذهبوا مع بعض، فالترتيب لا يحمل صفة، الاثنين لهم صفة واحدة يمثلوا الشركة، فالترتيب غير مهم. سنستخدم التوافيق، إذا كان حفظوها معايا أبطال وخليها حاضرة في ذهنك، المسألة جدا 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 بسيطة، أنت واصلت خليها جاهزة. لا الترتيب غير مهم، توافيق فقط. إذن أربعة فوق اثنين، الجزئية الأولى الترتيب مهم، لأن الأول من الأربعة الشخص الأول بيكون رئيس، بينما الشخص الثاني بيكون نائبا للرئيس، وهنا اختلف صفتين، هذاك رئيس والثاني نائب رئيس. أما في السؤال الثاني، الاثنين أعضاء، الاثنين أعضاء، وحتى أنتوا لما تروحوا في فرقكم أو في مراسلتكم لما تختار الرئيس تقول واحد نائب رئيس واحد، لكن نختار مثل خمسة أعضاء، أي حال من المجموعة الخمسة من البقية يحملون صفة العضو. بارك الله فيكم، طلعوا الناتج طبعا بأنفسكم. تعال الآن تأخذ تدريب وفكر فيه، أوجد عدد طرق اختيار فريق لكرة الطائرة، ستة لاعبين من بين عشرة لاعبين. سؤالي لكم يا أبطال، لما نختار ستة من عشرة ليلعبون في فريق كرة الطائرة يمثل فريق المدرسة، هل الترتيب مهم؟ هل هنا الترتيب مهم؟ طبعا لا، اسأل نفسك لكي تعرف إيش القانون اللي استخدمه، هل استخدم قانون التباديل أم قانون التوافيق؟ اسأل نفسك السؤال، هل الترتيب مهم؟ إذا جابتك إجابتك نعم فتباديل، وإذا جابتك لا فتوافيق. إذن هنا نعم، ستة نفس الصفة، لاعب كل واحد لاعب، ستة سيمثلون الفريق، إذن نقول فقط عشرة فوق ستة، عشرة فوق ستة. بارك الله فيك، وبالآلة الحاسبة ستجري الناتج، الناتج سنتركه طلعوا بأنفسكم كممارسة. نركز في الأسئلة، هنا سأحاول أن ننوع الأسئلة كي أكثر يكون مفهوم، وأن نتدرج في نوعية الأسئلة وتكون شاملة. يراد عمل، انتبه للسؤال من فضلكم يا أبنائي، لا تستعجل، قراءة السؤال أولا ومن ثم فهم السؤال وتحديد المعطيات وما هو المطلوب، أربع خطوات، قراءة السؤال قراءة جيدة، فهم السؤال والتمعن به، تحديد المعطيات وما هو المطلوب. يراد عمل لجنة من ثلاثة رجال، و إذن ثلاث رجال، ثلاثة رجال، و كلمة الو لها معنى، سيدتين من بين سبعة رجال
وخمس سيدات. إذا سنختار الثلاثة من السبعة، إذا عدد الطرق، ما بغي عدد الطرق، نقول عدد الطرق، ستختار ثلاثة من سبعة. هل الترتيب مهم؟ طبعا أي واحد عضو، إذا لا، إذا توافيق سبعة فوق ثلاثة. انتبه أحيانا السؤال يحمل توافيق وجزء آخر يحمل تباديل، أرجو الانتباه. كلمة و، ماذا تعني كلمة و في الرياضيات؟ خلينا كده في الهامش هنا، حفظوها و وأو. إذا و ضرب وعدناها قلناها، أو جمع ربطوه مع بعض. اقرأ السؤال واستوعبه، لأن أحيانا يستعجل الطالب ويلخبط ويعفس الأمور. يراد عمل لجنة من ثلاثة رجال، وإذا وضرب، إذا وضرب سيدتين من الخمس، ما يوجد فرق بين الأولى والثانية، إذا توافيق خمسة فوق اثنين. نعيد مرة ثانية، نعيد مرة ثانية، نفهم السؤال. بغي تشكل لجنة من خمسة أعضاء، شرط أن ثلاث رجال وسيدتين. الثلاث سوف نختارهم من سبعة، ودائما هذه وضرب، والسيدتين سنختارهم من الخمسة، ثم يساوي. ونستخدم الآلة الحاسبة، لا تتعب نفسك. سبعة فوق ثلاثة يساوي 35 ضرب خمسة. حاول تستخدم الممارسة بتكون سهلة عندك. اثنين يساوي 10، وبضرب 35 في 10 350. ممتاز ممتاز. نيجي للسؤال الآخر، سأقرأنا بتمعن وحاول أنتوا تحلوا. تحددوا المعطيات وإيش المطلوب بالضبط. ثمان معلمين في المدرسة، يراد اختيار ثلاث لجان، نريد نشكل لجنة ثقافية اجتماعية رياضية، ثلاث لجان من بينهم من هذا الثمانية، وكل لجنة من معلمين، أو بحيث لا يشترك الشخص في أكثر من لجنة واحدة، كل شخص بقى في لجنة. أنت معي، كل شخص في لجنة. إذن اللجنة الأولى ما يكون من كم نختارها؟ اللجنة الأولى من ثمانية، نعم. إذن كم شخص؟ شخصين. إذن ثمانية فوق اثنين. و اللجنة الثانية، إذن اللجنة الأولى و، كلمة و ضرب. إذا اخترنا للجنة الأولى شخصين، كم يبقى في اللجنة؟ كم يبقى من الأشخاص اللي عندنا نختار منهم؟ ما احنا اخترنا لجنة، كل لجنة فيها اثنين، عندنا ثمانية معلمين، وما يحق الاشتراك إلا الواحد في لجنة. لازم نفكر في السؤال، ما يروح الطالب على طول يعمل ثمانية، هذا سهل، ثمانية فوق اثنين ضرب ثمانية فوق اثنين. الاستعجال وعدم فهم السؤال سيؤدي إلى أنك كنت تقول نفسنا وفرحان نجاوب صح. نرجع للسؤال، نحدد لا يشترك الشخص في أكثر، لا يشترك، هذا معطى وشرط اشترطه في السؤال. إذن لما اخترنا أول شخصين بقى لدينا اللجنة الثانية، سنختار اثنين من كم؟ نعم من ستة، أحسنتم، ستة فوق اثنين. واللجنة الأخيرة نوبة شخصين، لكن من كم سنختارهم؟ اللجنة الأولى أخذت اثنين، اللجنة الثانية أخذت اثنين، إذن كم بقى عندنا؟ أربعة. نعم الأسئلة بسيطة يا أبطال، بس نبغى ننتبه ونركز. الرياضيات جميلة وبسيطة جدا، سيطلع الناتج على طول باستخدام الآلة وانت فرحان وجابتك صحيحة. افهم السؤال، اقرأ جيد وافهمه، وانظر ما بين السطور، ما تقرأ قراءة الجريدة عشوائي، انظر إلى ما بين السطور، ايش مطلوب، ايش محدد، ايش مشترط، ايش معطى.
ايش هو الشروط ونجاوب. النتيجة ما عندنا إشكالية فيها، ستطلع من تلقاء نفسها بالآلة الحاسبة. بارك الله فيكم. تعال نواصل كإثبات، أنت مو معي أو الحل أو قلكم تنون وراء وهكذا. نستغرب القانون، هذا قانون توافيق، عندك طرفين، سنأخذ المرة الطرف اليسر، دائما نأخذ نحاول أن نبسط في شوية تعقيد يوصلنا، مطلوب أن الطرف يوصلنا للطرف الآخر. اثبت بمعنى أبطال من الطلاب الذين الأخطاء، يأخذ الطرف الأيمن ويحلله بالقانون وشرط تساوي، والطرف الأيسر وخاطف هو وما وصل إلى نتيجة، أكيد هذا يأخذ طرف من الطرفين ويوصل إلى الطرف الآخر المطلوب، سواء أخذ الطرف الأيمن أو الأيسر. المرة بنأخذ الطرف الأيسر، بأخذ الطرف الأيسر اللي هو إيش يا شباب؟ نعم، نون فوق نون ناقص راء. أري الكل يشارك، ما عندي غير قانون استخدمنا، ما أحد معذور. امسك الورقة والقلم، حاول تتقدمني. نعم بالفعل، ناخذ أول بالبسط مضروب النون، خلاص آليا تلقائيا مضروب النور نون فوق للحد العلوي نسجله فوق على طول، لحد الأسفل مرة مضروبة تحت، ما تبغى تفكر. إذا النون ناقص راء مضروب، مضروب في الفرق بينهم اللي هو نون ناقص نون، هذا الأخطاء الطالب على ينقل هذا نون ناقص راء، هذه من الأخطاء الذي ارتكبها طلابنا. أبيوه كتبتكم إياها على الصبورة، من الأخطاء الشائعة بين أبنان الطلاب، نقل ناقص وما عمل قوس. يعني انك تعمل قوس، لأن ناقص حال كامل ما بداخل القوس، أو أنك تكون نبيه وإذا تبغى تكون سريع بمرة القائي ناقص وزعه وانت تكتب نون ناقص ناقص سالب راء، سالب سالب يعطينا موجب راء يساوي، هذا ما زلنا الطرف الأيسر في البسط كما هو، مضروب النون في المقام نون ناقص راء مضروب نون ناقص نون بصفر في مضروب الراء. ماذا يساوي هذا شباب؟ هذا هو القانون اللي خذنا في التعريف الأولاني في النتيجة في الأولى، لو تتذكروا أنا نرجع إلى التعريف، هذه النتيجة، هذا القانون يعطينا ماذا يساوي؟ نون فوق راء. إذن وصلنا إلى أن هذا يساوي نون فوق راء اللي هو المطلوب إثباته، وهو الطرف يساوي الطرف الأيمن. لا توقع راسك يا ابني، ما توصلت لكل خطوة محسوبة لك، اعمل حسب قدراتك، طبق القانون وامشي خطوة خطوة صحيحة، تلقائي يطلع الناتج، ويطلع الناتج صحيح لأنك ماشي خطوات متسلسلة وبهدوء، مطبق قانون وجار العمليات الحسابية صحيح، من توزيع ومن اختصار ومن جميع العمليات الذي درست سابقا وأساسيات. سؤال آخر هنا عاد شوي أكثر في فكرة وليس صعوبة، نبعد عنا كلمة الصعوبة والصعب، كل ما يجي الطالب يشوف السؤال يعمل لنفسه قبل رهبة كذا يقول صعب، ابعد عن الصعوبة، طبق اللي درسته. قانون التوافيق في الأولاني ناخذ الطرف الأيمن، هذا ناخذ للسرعة شوية وانتو تكملوا، مضروب نون على مضروب راء في مضروب نون ناقص راء، هذا الحد الأول، هاي أشارة ويش دائم بين الحد والحد ناقص أو زايد، كذلك نفس الشيء مضروب نون على
راء ناقص واحد مضروب في مضروب الفرق نون ناقص راء زائد واحد مضروب. دائما يا أبطال يا أبناء وبنات طالبة جميعا ركز، إذا يوجد حدين أو ثلاثة يستحضر لديك توحيد المقامات، استحضر توحيد المقامات. الأولاني موجود عندي حدين مضروب راء ومضروب نون ناقص راء، هنا في الحد الثاني راء ناقص واحد مضروب، هذا ولا راء أكبر؟ أكبر الراء. إذا نكتبها اكتب طبعا نون ناقص راء مضروب. مو لديه هنا بعد في الحد الآخر، الحد الآخر موجود نون ناقص راء زائد واحد، بينما نون ناقص راء إذن هذا أكبر. إذن ينقصنا هنا بعده نضربه في نون ناقص راء زائد واحد. بسط ومقام اللي سويته في المقام اعمله تلقائي في البسط، نون ناقص راء زائد واحد. الحد الثاني بنعيدها يا شباب ركزوا معاي، هذه راء ناقص واحد وقلنا هي أصغر عن راء، مو ينقصها من مضروب الراء، مضروب الراء عبارة عن راء نقص مرة منه واحد، راء ناقص واحد، إذن ناقص راء نكتبها راء، في راء ناقص واحد مضروب. طبعا هذا أكبر، هذا أكبر من نون ناقص راء بواحد قلنا، إذن هو الأساس نون ناقص راء زائد واحد مضروب. وفي البسط مضروب النون ايش زودنا في المقام؟ زودنا نعم راء. اذن الان مقام موحد، مقام موحد مضروب راء في مضروب راء اللي راء في نون ناقص مضروب راء مضروب راء في مضروب نون ناقص راء زائد واحد مضروب. وفي البسط لاحظ معايا هي يوجد مضروب نون وهنا موجود مضروب نون، ناخذ معامل مشترك، اذا مضروب نون وايش بقى في الحد الاولاني؟ نون ناقص راء زائد واحد ناقص هذا زائد راء ويساوي مضروب نون نون ناقص راء وناقص راء زائد ناقص راء زائد راء عبارة عن نون زائد واحد، نون زائد واحد. وفي المقام كما هو راء مضروب في نون ناقص راء زائد واحد مضروب. مضروب النون في نون زائد عنها بواحد مو نسميها؟ ممتاز، نون زائد واحد مضروب، أحسنت. والمقام نفسه مضروب راء في نون ناقص راء زائد واحد، نعم وهي نعم تساوي هذا نون زائد واحد، نبدلها مكان نون زائد واحد، أخلنا نكتبها نون زائد واحد ناقص راء، هذا هو عبارة عن نأخذ الحد العلوي نون زائد واحد وفي المقام راء وهو المطلوب. مرة ثانية شباب نعيد رجاء ركزوا، بس هي المسألة تبغى متابعة، نعمل نطبق القانون. الخطوة الأولى طبق القانون لكل حد، وحد المقامات وشوف كل حد ايش ناقصنه واضرب به بسط ومقام، ومن ثم اجري العمليات
مثل ما هي، سيطلع لك الناتج بما هو مطلوب. سؤال أخير في فكرة يا شباب، وركزوا عليها في كلمة أكثر من وأقل من. مثال: بكم طريقة يمكن اختيار 4 طلاب على الأقل، على الأقل هذا انتبهوا له، أو على الأكثر انتبهوا له. أبناء الطلاب ما ينتبه أحيانا، من بين 6 طلاب للمشاركة في ندوة حول أهمية العلم في الإسلام. كلمة على الأقل بمعنى يمكن 4 من 6 أو 5 من 6 بين نختار، أو إذا عندنا اختيارنا يا يعني نختار 4 من 6 أشخاص أو نختار، إذا نختار 4 أو 5 أو 6 من 6. لو كانت على الأكثر العكس، 4 أو 3 أو 2 أو هكذا. الأربعة اللي نختارهم من 6 يشكلوا أعضاء اللجنة، إذن كلهم يحملون ما ليس الترتيب له أهمية. إذن سنقول عدد الطرق، الطرق يساوي 6 فوق 4. ماذا قلنا كلمة أو؟ ماذا تعني؟ ضرب أم جمع؟ ما سمعت؟ أو جمع وضرب. إذن أو زايد الخيار الثاني، نختار 6 من 5، 5 من 6 أي بمعنى 6 فوق، زايد 6 فوق 6. هنا ليس فقط نريد في الناتج بنطلع بالآلة الحاسبة، لكن الفكرة يا أبطال في فهم السؤال ماذا نريد. دائما هنا تجينا دائما كلمة على الأقل أو على الأكثر أو أكثر من أو أقل من. على الأقل ما بغينا، على الأقل 4، إذا ممكن يكونوا 4 نختار أو 5 أو 6. كلمة أو هذه، ما واحد يقول لي 4 و5 و6، أنت ما تروح يروح 4 و5، كيف تأخذ 4 و5 و6؟ اللجنة يعني يكون يروح يمثلون 4 أو أنهم يمثلون 5 أو يمثلون 6. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أبناء اليوم، خضينا التوافيق وبدينا بالقانون وتسلسلنا في المسائل من الأبسط هكذا، وإن شاء الله الحصة القادمة تكون أكثر إثراً. أتمنى في الأخير كلمة لأبناء الطلاب، أن كل واحد يأخذ الورقة والقلم ويحل بنفسه تمارين الكتاب والتدريبات لأكثر تترسخ لدى الفكرة. وفي الختام أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.